تصريحات هزت مشاعر الجزائريين واعتبروها تحمل حقدا دفيا تكنه الدولة الفرنسية للجزائر، متهمين الرئيس الفرنسي بإطلاقها في محاولة لتزييف الحقائق والطعن في تاريخ توثقه كتب واتفاقيات سلام شاهدة على أمة جزائرية عريقة. الأمن والصداقة الدائمة بين مملكة الدنمارك والنرويج، يعني الموقع يعني الدنمارك والنرويج موقع مع الجزائر سنة 1746 حتى قبل الاستعمار الفرنسي. ثانيا أيضا من الاتفاقيات التي كانت وقعها الجزائر كدولة قبل الاستعمار الفرنسي، الاتفاقية التي وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1795 والتي وقعها عن الجزائر حسن باشا داي، وعن الولايات المتحدة الأمريكية وقعها الرئيس الأمريكي الشهير اللي هو جورج واشنطن. لهذا فكلام الرئيس الفرنسي يعني هو مجانب للتاريخ وجهل بتاريخ الدولة الجزائرية. خرجة إيمانويل ماكرون يرجعها المراقبون إلى شعور فرنسا بتهديد مصالحها في الجزائر بعد إلغاء عدة صفقات، فالورقة الاقتصادية ستكون أهم الأوراق التي ستوظفها الجزائر رداً على التجاوز الدبلوماسي الخطير. الجزائر لها أوراق ضغط من المفروض أنها تضغط في الجانب الاقتصادي. نحن نعلم أن هذه التصريحات تأتي كردود أفعال على ما مس العلاقة التجارية بين فرنسا والجزائر، خصوصا عندما رأينا ولاحظنا أن معظم الاتفاقيات التي كانت مبرمة بين الجزائر وفرنسا تم وضع حد لها، خاصة ما تعلق بشركة المياه، ما تعلق بمؤسسة مترو الجزائر، والتي ستؤثر مباشرة على الاقتصاد الفرنسي. وصنفت الأحزاب السياسية في الجزائر خطاب الرئيس الفرنسي في خانة إعلان الحرب على بلادهم دولة وشعبا، والدخول في مواجهة غير مسبوقة مع كافة النظام السياسي، مطالبة من السلطات العليا في البلاد اتخاذ موقف في مستوى الانزلاق. الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا لم تفصح عن كامل تفاصيلها، وما غلق الجزائر لأجوائها أمام عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلا تمهيد لإجراءات ميدانية أخرى ستكشف عنها قادم الأيام. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.